بقرب الانتخابات التركية، يزور وفد برلماني من حزب الشعوب الديمقراطية المعارض في تركيا مع ممثلي أحزاب ليبية، ويلتقيان في مدينة بنغازي لبحث ترميم العلاقات بين تركيا وشرق ليبيا والتي تأثرت بسبب السياسات التوسعية لرئيس النظام التركي رجب أردوغان. فما التفاصيل وما الرسائل التي تحملها هذه الزيارة وما الأهمية التي تكتسبها بهذا التوقيت؟ حديث الساعة، مرحبا بكم. بهذا الصدد ينضم إلينا من بنغازي مراسلنا أحمد بن عاشور. أحمد، مرحبا بك في حديث الساعة. بداية، إذا وفد معارض، وفد برلماني تركي معارض ممثلا عن حزب الشعوب الديمقراطي يزور بنغازي، ما الذي يحمله في جعبته؟ ما أهمية هذه الزيارة أحمد؟ نعم، خضر، تحية لك والسادة المشاهدين. بداية، زيارة كانت مفاجأة بطبيعة الحال. حزب معارض في تركيا يزور ليبيا لأول مرة، بحسب ما فهمنا من الحاضرين في هذه الزيارة أو القائمين على هذه الزيارة من أعضاء برلمانيين بالبرلمان التركي وهم يمثلون حزب الشعوب الديمقراطي، لأن هذه الزيارة جاءت لترميم بعض العلاقات مع شرق ليبيا، تحديدا في السياسة الخارجية التي تنتهجها تركيا عبر نظامها الحاكم حاليا تجاه ليبيا من تدخل عسكري وانتهاك للسيادة والزج بالمرتزقة الأجانب، وأيضا ترسيم الحدود مع ليبيا بشكل أو بآخر عبر توقيع اتفاقيات مشبوهة كما يراها المواطنون هنا مع حكومات متعاقبة عبر مراحل انتقالية غرب البلاد، وبالتالي هم يعون جيدا لأن هذه الحكومات لا تمثل الجغرافيا الليبية كاملة، وبالتالي تواجدوا في مدينة بنغازي العاصمة السياسية التي تمثل أطياف عديدة شرق البلاد والمدن المحررة جنوبا وشرقا تحت سيطرة القوات المسلحة. هذه الزيارة التقى من خلالها أعضاء الحزب، حزب الشعوب الديمقراطي، مع عدد من الأحزاب السياسية وعلى رأسهم حزب حركة المستقبل برئاسة وزير الخارجية الأسبق عبد الهادي الحويج، وكما هو تصريح السيد وزير الخارجية الأسبق أيضا في التقرير المرفق بأن هذه الزيارة كانت زيارة أو خطوة شجاعة من قبل الحزب الديمقراطي، حزب الشعوب الديمقراطي التركي. وأيضا عبروا عن استيائهم لما يقوم به أردوغان تجاه ليبيا وسوريا والعراق سواء، وهم الآن يطمحون من خلال الانتخابات المقبلة الرئاسية والبرلمانية في تركيا بأن يكتسحوا عدد كبير من الكراسي البرلمانية حتى يكون لهم تأثير وصوت مباشر في رسم السياسة التركية الداخلية والخارجية التي يليها هذا الحزب اهتمام كبير. وأيضا ذكروا بأن تركيا مجموعة من الشعوب والطوائف وليست هي مختصرة على شعب تركيا فقط، هناك الأكراد، هناك العرب، وأيضا رفقة الأتراك متواجدين في الجغرافيا التركية، وبالتالي لا يمكن إقصاء أي طائف من هذه الأطياف، ولا يمكن للنظام أن يختصر تركيا على الجموعة التركية فقط، وبالتالي هم مواطنون أيضا أتراك ولهم حقوق في هذه الجغرافيا، ويجب أيضا حماية الحدود، لا خروج القوات التركية خارج الحدود التركية، وهذه مهام يرفضونها رفضا تاما. طيب أحمد، يعني الأطراف الليبية كيف نظرت لهذه الزيارة؟ هل فعلا ستؤثر على مستقبل العلاقات التركية الليبية بعد أن عكر صفوها
رئيس النظام التركي رجب أردوغان أحمد. نعم، هل تستمع إلي خضر؟ أحمد هل تسمعني؟ نعم أستمع إليك الآن. الأطراف الليبية والأحزاب السياسية كيف ترى هذه الزيارة؟ وهل تعول عليها في تحسين العلاقات التي تعكر صفوها بسبب سياسات رئيس النظام التركي رجب أردوغان؟ صحيح، هذا ما حدث تحديدا خضر، تعويل الآن على الأصوات المعارضة داخل النظام التركي، وأيضا هذا التنسيق بين شرق ليبيا وهذه المعارضة جاء بعد زيارة قام بها رئيس مجلس النواب منتصف العام الجاري للقاء الرئيس التركي هناك ورئيس البرلمان التركي، ومحاولة يعني توحيد وجهات النظر وأيضا تقريب يعني وجهات النظر بين الأطراف الليبية في شرق البلاد والنظام التركي، وأبعاده عن ما يحدث من انتهاك غرب البلاد، انتهاك للسيادة الليبية. ولكن فشلت كل تلك المشاورات والمحاولات، وبالتالي بوصلة اتجهت خضر نحو المعارضة التركية التي رحب عديد الأطياف هنا والقيادات السياسية وبعض الأحزاب التي شاركت في الندوة التي ألقاها النواب الأتراك المعارضين عن حزب الشعوب الديمقراطي تحديدا في ضريح عمر المختار بمدينة بنغازي، هذا الضريح الذي يمثل رمزية كبيرة لشرق ليبيا. ونعم أيضا هناك هذه الزيارة كما تفضلت عن هذا اللقاء مع الأحزاب الليبية، كانت هذه الزيارة أيضا مجدولة للقاء عدد من مشايخ وأعيان قبيلة الجوازي، هذه القبيلة التي تأثرت بشكل مباشر من الاحتلال العثماني في حقبة سابقة، إبان ارتكاب مجزرة الجوازي المعروفة في ليبيا ومذبحة الجوازي التي قتل فيها عشرات المشايخ من قبيلة الجوازي، وكان من المفترض أن يلتقي أعضاء النواب مع قبيلة الجوازي، ولكن بشكل أو بآخر ربما حدثت أو تغيرت مسار الرحلة، وبالتالي عادوا إلى تركيا بشكل مستعجل، ولكن قاموا بالتنسيق نعم في المستقبل القريب على أن يكون هناك تواصل مباشر بين المعارضة التركية وأيضا أحزاب ليبية سياسية، وربما تكون حتى على الصعيد العسكري شرق البلاد والمدن المحررة. مراسلنا أحمد بن عاشور، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بنغازي، شكرا جزيلا لك. من بنغازي أيضا ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ خالد الترجمان. أستاذ خالد مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. إذا حزب الشعوب الديمقراطي أحد أبرز الأحزاب المعارضة في تركيا، يتواجد في بنغازي، يلتقي مع أطياف سياسية ليبيا، ما مدى تأثير مثل هذه الزيارات على مستقبل العلاقات الليبية التركية أستاذ خالد؟ أهلا بك سيد خضر ومرحبا بقناتكم الموقرة. على كل حال، هذه الزيارة الأولى من قبل المعارضة التركية تمثلت في السيدة زلاي حاتم من حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، كذلك رفيقها، وكانت زيارة على كل الأصعدة ناجحة. بدأت الزيارة بوضع كيل من الزهور على قبر الشهيد بطل عمر المختار، وهو أيقونة للمعارضة الليبية إذا صح التعبير منذ سنوات طوال. نعم. وبعد ذلك تم الحوارات فتحت ما بين الوفد المعارض وما بين يعني قادة لأحزاب ولتيارات مدنية في مدينة بنغازي، طرحنا موضوعات شتى للنقاش. صحيح أن جدول الزيارة وعنوانها كان هو الاتفاقية السراجية كما نقول أو الليبية مع تركيا حول تعيين الحدود البحرية، وكذلك التدخل التركي العسكري والمرتزقة في البلاد، ولكن فتحنا كثير من الحوارات مع السيدة تولاي حول أهمية التواصل وأهمية العمل المؤسسي في تأطير العلاقات ما بين القوى الوطنية في ليبيا والقوى الداعمة للدولة المدنية من أحزاب وكذلك من منظمات سياسية ومنظمات المجتمع المدني مع المعارضة التركية.
وبالتالي حملنا سيدة أولاي مسؤولية التواصل مع كل أطياف المعارضة في تركيا من أجل إيجاد جسور للتواصل الدائم، وأن تكون هذه الزيارة فاتحة لعلاقات متجددة في هذا الإطار، خاصة وأنها كانت واضحة في مسألة يعني هذه الزيارة سيد خالد أيضا جاءت في وقت ربما تتحضر فيه المعارضة التركية لخوض انتخابات والإطاحة ب يعني النظام التركي الحالي بقيادة رجب أردوغان، ربما التوقيت أيضا هو توقيت حساس، هل التمستم أي عزم لدى المعارضة التركية في تحسين المسار الذي في العلاقات طبعا بين ليبيا وتركيا والذي وضعه رئيس النظام التركي رجب أردوغان فيه بعد كل هذه السياسات الخاطئة التي استخدمها في ليبيا؟ نعم، أحد المواضيع الهامة التي تطرقت إليها السيدة أولاي ورفيقها هو مسألة طبيعة العلاقة الآن بين تركيا وكثير من الشعوب، شعوب المنطقة وخاصة الدول المتأخمة لتركيا، وكذلك التواجد في ليبيا في تونس في الجزائر، وهذه العلاقات التي تضطرب خاصة مع مصر، وأن هذا الأمر لا يرضي المعارضة التركية، وترى بأن تركيا تجاوزت خطوط كثيرة بتدخلاتها العسكرية سواء كانت في سوريا أو في ليبيا، كذلك التجاهها للتنظيمات المتطرفة للعمل العسكري في كثير من البلدان، خاصة بالذكر ليبيا وسوريا، وكذلك مسألة أخرى هامة وهي أن المعارضة بشكل كبير لا تحترم إطلاقا مواقف أردوغان من السياسة الخارجية، وتعتبر أنه يقود تركيا إلى الانعزال وإلى مزيد من التقوقع داخل تركيا ومزيد من الانهيار الاقتصادي بسياساته الخارجية، وأن المعارضة تتكاتف مع بعضها البعض وتحاول من خلال زيارات اكتساب الكثير من الدعم من الدول، خاصة الدول التي تضررت من سياسة أردوغان مثل ليبيا وسوريا ومثل اليمن وكثير من الدول التي يمكنها أن تساند المعارضة التركية في مواقفها من أردوغان. طيب هل تحمل أي مشروع لتحسين العلاقات مستقبلا في حال تم الوصول إلى سدة الحكم والإطاحة بنظام أردوغان بموجب الانتخابات القادمة سيد خالد؟ هل التمستم هذا التوجه؟ نعم، كانت واضحة وضوحا كبيرا في حديثنا وفي لقائنا معها بأن المعارضة أولا ستنهي كل أشكال التواجد العسكري التركي في الخارج، وتحدثت عن التواجد التركي في أماكن عديدة وإنهاء دور المرتزقة، وطرح مشروع للتعاون الاقتصادي والتعاون المدني في إطار من التفاهمات ما بين الحكومة الجديدة التي ترى هي أنها قادمة لا محالة لتركيا، وكذلك مع حكومات الدول التي تضررت من الأفعال العسكرية التركية، وستبنى هذه العلاقات وفق المصالح التركية، مثلا بالنسبة لنا وفق المصالح التركية الليبية. لابد أن يعاد النظر في كل المواقف التركية من الدولة الليبية، لأن تركيا لديها مصالح عديدة، المسألة ليست لها علاقة بتحديد المنطقة البحرية الاقتصادية، ولكن لتركيا عشرات من المشاريع الإسكانية ومشاريع البنيوية في ليبيا، كذلك مشاريع التجارة البينية بين تركيا وليبيا. هناك مصالح عديدة تربط ليبيا بتركيا، لابد أن يعاد صياغة كل ذلك، ولكن الأساس بالنسبة لنا وللمعارضة التركية هو العمل على إخراج القوات التركية والمرتزقة أولا، ثم بعد ذلك طرح هذه المشاريع التي لابد أن تعيد رتق الشرخ الذي حدث في العلاقات الليبية التركية بسبب تصرفات أردوغان وتصرف بسبب تصرف حكومته في العنجهية المسلحة تجاه الشعوب. هذا ما دار بالنسبة لموقف المعارضة بعد الانتهاء من أردوغان واحتياجها للمساندة من كل القوى التي
تدعو الى التآخي وتدعو الى اعاده تشكيل العلاقات مع تركيا، وركزنا كذلك على مزيد من التواصل مع المعارضه التركيه لكل اسلافها. وتحملت سيده تولاي ذلك وعن طيب خاطر، قالت بانها ستكون الجسر ما بين القوى الوطنيه في ليبيا وما بين المعارضه التركيه. المحلل السياسي الأستاذ خالد الترجمان، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بنغازي، شكرا جزيلا لك. من القاهرة ينضم إلينا الوزير المفوض للشؤون العربية المستشار أحمد الباز. سيد أحمد مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. نتحدث عن زيارة فريدة من نوعها للمعارضة التركية ممثلة بحزب الشعب الديمقراطي إلى بنغازي، وتواصلها بشكل مباشر مع القوى الفاعلة على الأرض في ليبيا، وأيضا امتعاضها من السياسات المتبعة من قبل رئيس النظام التركي والنظام التركي القائم اليوم بقيادة رجب أردوغان. حبذا لو أوضحتم لنا التوجه الذي تقوم فيه المعارضة في زيارات خارجية والبحث عن تأييد قبيل الانتخابات القادمة في تركيا. تحياتي لحضرتك ولكل متابعين البرنامج الفاضل. الحقيقه السؤال هنا يطرح نفسه، المعارضه التركيه الناعمه تتجه بخطوات ثابته الى اخذ دعم من كل الدول التي تعاني من النظام الحالي بقياده رئيس تركيا رجب طيب اردوغان. لماذا يأتون إلى ليبيا في هذا التوقيت بقوة ناعمة والمعارضة؟ هم يرون أن لا محالة من أنهم سيصلون إلى سدة الحكم في تركيا، فبالتالي هم بدأوا في وضع خطة استراتيجية سياسية للتقرب من الشعوب المضارة من السياسة التركية الحالية لدعمهم، ووضع قدم لهم داخل هذه البلاد دون تدخل عسكري ودون ميليشيات مسلحة ودون أضرار، وإنما لكسب هذا التعاطف كما سبق ونوهت، وكذلك السيطرة على هذه البلاد اقتصاديا بشكل نقدر نقول سياسي محنك، لأن المعارضة في تركيا معارضة ذات قوة على الأرض، وإنما القوة التي تمتلكها هي قوة المباحثات والقوة السياسية الهادئة، والتي تطمح دائما إلى فرض هذه السيطرة دون اللجوء إلى العنف أو السلاح. يعني اليوم ليبيا يعني ستتحول من السيطرة العسكرية أو التدخل العسكري إلى التدخل السياسي. سيد أحمد هل تسمعني؟ تفضل. يعني اليوم حضرتك ترى بأن التدخل في ليبيا لا محالة منه، سواء في وجود النظام التركي الحالي أو في وجود أو المعارضة ووصولها إلى سدة الحكم، إما بالوجود العسكري كما هو الحال اليوم أو بالتدخل السياسي والسياسي والدبلوماسي. سيد أحمد الذي تبحث عنه المعارضة بقوة ناعمة كما وصفت، العالم كله وحضرتك، العالم كله وحضرتك ومتابعين يرون هذا. لماذا يأتون إلى ليبيا في هذا الوقت يا فندم؟ بالضبط، فرض وجودهم هم يضعون أقدامهم ويقولون أن وجود التركي مسلح أو سياسي أو تجاري أو اقتصادي هو وجود داخل الأراضي الليبية لا محالة. أنا أظن إن, 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 إن هذا الاتجاه وإن كان اتجاه يابان في 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 مظهره الخارجي انه اتجاه سلمي معارض للحكومه وما يفعله رجب طيب اردوغان داخل الحدود الليبيه، وانما القوات او الاحزاب السياسيه التي التقت معهم ورأسهم وزير الخارجيه الاسبق لدوله ليبيا، يفهم من هذا المشهد ان هذه بداية للتواجد الليبي التواجد التركي داخل الأراضي الليبية حال وصول المعارضة إلى سدة الحكم. يعني هنا أيضا بيت القصيد سيد أحمد، يرفعوا أيديهم
نعم، وكأن المعارضة التركية تتعامل بأنها وصلت إلى سدة الحكم وبأنها أطاحت بالنظام التركي الحالي برئاسة رجب أردوغان. يعني هم يأملون في هذا، ويتوقعون أن لا محالة من انتهاء فترة رئاسة رجب طيب أردوغان لتركيا، وأنهم سيصلون إلى سدة الحكم، وهذا المنهج مع ليبيا وسيكون مع سوريا وسيكون مع العراق وسيكون مع كل الدول المتضررة من النظام الحالي التركي. هم يفرضون السيطرة الناعمة السياسية للدخول والسيطرة على موارد هذه البلاد دون حمل سلاح ودون أي مشاكل عسكرية يا فندم. هل هذا هو المنطق التي تحكم به سيادات البلاد؟ المستشار أحمد الباز، نعم تفضل. لماذا في هذا الوقت؟ ولماذا أن تكون هذه الزيارة يقابلها احتفالات وإقامة مأدبات الغذاء والعشاء وحسن الاستقبال من الوضع الليبي والمجتمع الليبي المدني؟ نعم، سؤال لن يجيب عنه إلا الليبيين شخصيا. هل أنتم تريدون دائما تدخل عسكري أو سياسي في بلادكم؟ أظن أن هذا أمر مرفوض. المستشار أحمد الباز، الوزير المفوض للشؤون العربية، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدينا الكرام، وفي ملفنا الثاني، الدورة الثامنة للندوة العالمية تحت عنوان الطموحات التركية في شمال شرق سوريا والعراق وأثرها على الأمن القومي العربي، انعقدت هذه الندوة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بحضور سياسيين وأكاديميين عرب وكرد. فما المستجدات وما أبرز ما حملته هذه الندوة وكيف ستواجه التحديات المشتركة في المنطقة؟
بهذا الصدد ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ في القانون والخبير الأمني الدكتور شوقي صلاح. دكتور مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. نتحدث عن لقاء عربي كردي في القاهرة بندوة عالمية تحت عنوان الطموحات التركية في شمال شرق سوريا والعراق وأثرها على الأمن القومي العربي. كيف تقرأون هذه التحركات التشاركية بين كلا المكونين العربي والكردي في المنطقة للوقوف بوجه التدخلات والاعتداءات التركية؟ دكتور هل تسمعني؟ دكتور؟ دكتور؟ طيب يبدو أننا نعاني من مشكلة في التواصل مع الدكتور شوقي صلاح الأستاذ في القانون الخبير الأمني. سنعاود الاتصال بك لاحقا أو يتم إصلاح مشكلة التواصل. كنت معنا من القاهرة دكتور شوقي بانتظار حل المشكلة طبعا. إذا مشاهدينا الكرام، اليوم المكونات في المنطقة سواء كان في سوريا أو في العراق عانوا ما عانوه من تدخلات واعتداءات لدى النظام التركي الحالي. وقبل قليل كنا نناقش مسألة الوفود المعارضة، الوفود التركية المعارضة التي زارت بنغازي للبحث عن تأييد شعبي أو إصلاح وترميم ما يعني افتعله النظام التركي الحالي برئاسة رجب أردوغان من قبل المعارضة التركية. أيضا مكونات المنطقة عربا وكردا وسريانا وكل المكونات الأخرى المتواجدة سواء كانت في العراق أو في سوريا أيضا في شمال شرق سوريا عانوا ودفعوا ضرائب كبيرة نتيجة السياسات المتهورة والعدائية لدى رئيس النظام التركي رجب أردوغان. طبعا هذه التحركات سواء كانت من المكونات والشعوب الخارج تركيا وأيضا في الداخل التركي من المعارضة التركية تأتي قبيل انتخابات مقبلة عليها البلاد في منتصف العام القادم. يجري التحضير على قدم وساق لإطاحة بالنظام التركي عبر صناديق الاقتراع، وأيضا النظام التركي يعني ينافس ويحاول منع وصول المعارضة إلى سدة الحكم بكافة سبل، تارة بالاعتقال وتارة أخرى بتحضير الاتهامات والزج بالمعارضة في السجون. طبعا هذه الشعوب اليوم تبحث عن آلية للتكاتف والتعاضد في الوقوف أو للوقوف في وجه هذه الانتهاكات، هذه الاعتداءات على أراضيهم وعلى يعني كل ما يتمتعون به داخل دولهم سواء كانت في سوريا والعراق. أيضا الدور العربي، دور الدول العربية هو دور مهم ودور محوري يجب أن يعني يتم القيام به على أكمل وجه، ويجب أن يعني تلتزم كل هذه الدول وتتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن سيادة هاتين الدولتين سواء كان العراق أو سوريا أو حتى ليبيا. يعني أيضا تدخلات النظام التركي واستباحته لسيادة الدول في هذه المنطقة ربما هي ليست بجديدة وتتصاعد. إذن هذه الندوة تحمل أهمية كبيرة في التعاضد أو للتعاضد والتكاتف والبحث عن حلول. بهذا الخصوص ينضم إلينا من درزدن رئيس المنتدى الألماني الكردي الأستاذ يونس بهرام. أستاذ يونس مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. إذن في العاصمة المصرية القاهرة دورة ثامنة للندوة العالمية تحت عنوان طموحات تركيا في شمال شرق سوريا والعراق وأثرها على الأمن القومي العربي. طبعا المشاركين هم من المكونين العرب والكرد. في أي سياق تضعون هذه الندوة أو ما الذي يعول على مثل هذه الخطوات أستاذ؟ بالطبع العلاقات العربية الكردية قبل الخوض في مسألة الندوة، العلاقات الكردية العربية وخاصة الكردية المصرية تعود إلى آلاف السنين. من أيام الفراعنة كان الكرد مشاركين في مصير مصر عن طريق نفرتيتي مرورا بمحمد علي باشا باني مصر الحديثة إلى خمسينيات القرن الماضي. للكرد دور أساسي في تكوين الدولة المصرية الحديثة. لذلك أرى من المهم أن تنعقد هكذا مؤتمر في مصر، وشكرا للأخوة المصريين بكردهم وعربهم في تلك المنطقة. عدا عن ذلك المسألة مسألة مصيرية، باتت مسألة الأمن القومي العربي مهدد في المنطقة. الأتراك يهددون الكرد طبعا أستاذ يونس يعني بهذه النقطة، هذا التهديد من قبل النظام التركي جاء نتاجا لصمت الدول العربية، نتاجا لضعف موقف الدول العربية في الحفاظ على سيادتها، أليس كذلك أستاذ يونس؟ بالطبع
الأتراك يستفيدون من عدم تجانس السياسات العربية أو عدم وحدة القوى العربية في المنطقة، فهم يستفيدون منها في عدم لم شمل العرب في هذه المنطقة، ولذلك فهم يستفيدون من هذه الفرقة. فالأتراك هم يتدخلون في مصر، تدخلوا في مصر كون مصر لوحدهم راكبين أو مستخدمين حصان الإخوان المسلمين هناك، كذلك تدخل في ليبيا مستخدم المرتزقة عرب سوريين، وتدخلوا في سوريا محتلا غازيا. فمسألة الأمن القومي العربي باتت على المحك من قبل الأتراك، والأتراك يستفيدون من عدم وحدة القوى العربية وعدم وحدة خط السياسة العربية في المنطقة. وما أمام العرب في المنطقة سوى استخدام مسألة القضية الكردية أو المسألة الكردية، والتي باتت تعرقل مسألة الاحتلال النيو عثماني الجديد في المنطقة. هذا العرب بالحفاظ على أمنهم القومي عليهم فقط مساعدة الكرد في المنطقة، كونهم صمام الأمان الوحيد الباقي لصد الاحتلال التركي الممارسي في هذه المنطقة. طيب اليوم أستاذ يونس، يعني ما مدى تأثير مثل هذه المنتديات، لو عدنا إلى الندوة التي عقدت في القاهرة، ما مدى تأثيرها على مستقبل المنطقة عموما، سواء وعلى أيضا التدخلات والاعتداءات التركية سواء كان في سوريا أو العراق؟ بالطبع هكذا منتديات ضرورية كونها تشمل وتتفاعل مع عقول سياسية وعقول فلسفية في هذه المنطقة، وهم من يمكن أن يؤثروا على العامل السياسي والدبلوماسي في المنطقة. تبادل الأفكار وتبادل الآراء في السياسة والمناطق الجيوسياسية، هناك ضرورة ملحة لهذه المنتديات ولهذه المؤتمرات في المنطقة لتبادل الآراء والخبرة بين كافة شعوب المنطقة من عرب وكرد وكلد وآشوريين وسوريان في هذه المنطقة. كون المنطقة بالكامل باقية منطقة مهددة من قبل الفرس والأتراك ثان مجمعا. نعم. طيب أستاذ يونس، يعني اليوم لو عدنا إلى الشأن الداخلي التركي، تركيا مقبلة على انتخابات، المعارضة تعد العدة، في الخارج ملفات كثيرة عالقة وملفات كثيرة متشعبة ومعقدة خلفها النظام التركي الحالي، كيف للأتراك اليوم أن يعالجوا كل هذه الملفات التي وضع أردوغان البلاد فيها، سواء كان سوريا، العراق، ليبيا، اليمن، وملفات عديدة أيضا؟ للأسف هناك نقاط عديدة بإمكانية الساسة الأتراك أو خاصة أردوغان أن يبتز بها المنطقة، منها مسألة حرب أوكرانيا وعلاقتها مع الروس، يلعب على هذا الحبل التركية دور أساسي فيها، بالمقابل لها تأثير على السياسة هنا في سوريا، كذلك لتركيا أوراق ضغط كونها عضو في حلف الناتو مع الأمريكان والدول الأوروبية. لتركيا هناك نقاط كثيرة، كذلك نقاط سلبية لها، الوضع الداخلي التركي منهار اقتصاديا وكذلك منهار سياسيا، المعارضة تتقدم وحسب انتخابات المسبقة اللي ستحصل في تركيا أردوغان سيخسر هذه الانتخابات مثل ما نراه حاليا قبل المراقبين، لذلك يحاول قدر الإمكان أن يصدر مشاكله خارج حدود تركيا مستخدما كلمة الأمن القومي التركي في خطر على حساب الأمن القومي العربي وكذلك الأمن القومي الكردي الذي الكرد لم يفكر فيه بعد. نعم. الأستاذ يونس بهرام رئيس المنتدى الألماني الكردي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من درزدن، شكرا جزيلا لك. من القاهرة ينضم إلينا مجددا الأستاذ في القانون والخبير الأمني الدكتور شوقي صلاح. دكتور مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. يعني بداية، منتدى أو ندوة خاصة في القاهرة بدورة ثامنة تحت عنوان الأمن القومي العربي في ظل الانتهاكات والتهديدات التركية في سوريا والعراق، منتدى عبارة عن لقاء واسع جدا بين أطياف ومكونات المنطقة عربا وكردا،
كيف تقيمون مثل هذه الخطوات وكيف تؤثر على مستقبل المنطقة والسيادة وأمن الدول العربية؟ بداية تحياتي لحضرتك ولكل إخواننا الأعزاء في سوريا، وكل الأمنيات الطيبة أن تعود سوريا قوية موحدة وخالية من كافة العناصر الأجنبية اللي موجودة فيها. بإذن الله قريبا نشهد هذا. الحقيقة الندوة اللي أنا حضرت يعني فعاليتها أمس كانت بتناقش الأمن القومي العربي في ظل الأطماع التركية في شمال سوريا والعراق، ويعني أنا عرضت عرض تحليلي لمعطيات الموقف، وكان أهم هذه الزوايا أن الغزو التركي للشمال السوري اللي حصل في 2016 وتحت عنوان درع الفرات، وأعقب عملية درع الفرات عمليات أخرى حوالي 3 عمليات 2018 و19 وغيرها. المهم في غزو تركي للشمال السوري، والأخطر من هذا الغزو هو محاولات تركيا لتغيير هندسة التركيبة السكانية في منطقة أسمتها بالمنطقة الآمنة. نعم. ودي بعمق حوالي أكثر من 30 كيلومتر في الشمال السوري بانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي. إنما إحنا ما بنتكلمش بقى قواعد قانون دولي، كلام في قواعد القانون الدولي الحقيقة يعني استقر الإجماع أمس إن هو كلام بيبقى للضعفاء، إلا الكلام المؤثر هو اللي على الواقع. وقدراتك على تغيير الواقع من خلال أدوات سياسية ومن خلال المقاومة، ده ما استقر عليه الرأي. فالحقيقة أخطر زوايا معطيات الموقف هو محاولات تركيا تجنيس عشرات الآلاف من السوريين اللاجئين، يعني بيتجروا بمحنة اللاجئين للأسف الشديد، وعشان يعيدوا توطينهم في الشمال السوري. يعني معناها أنك تجنس بجنسية تركية عشرات الآلاف وتعيد توطينهم في الشمال السوري، ده كلام يقول إن إحنا رايحين في محاكاة للمشهد الروسي الأوكراني. يعني إيه محاكاة؟ يعني تقليد. طيب ده المشهد بتاع المشهد السوري 2016 بدأ، هل ينفع إن التقليد يجي لمشهد قديم؟ يعني مفروض ده روسيا هي اللي تقلد على أساس أن لم يمر عام واحد على الغزو الروسي. إنما العبرة بالنتائج يا أخي العزيز، لأن خلال السنة الغزو الروسي احتل أراضي وعمل انتخابات وضم أراضي للدولة الروسية، أعلى من جانب واحد طبعا، ضم أراضي للدولة الروسية. طيب، وهذا السيناريو يبحث عنه النظام التركي الحالي. دكتور شوقي، لكن اليوم نحن يعني في تركيا، لو نظرنا إلى الداخل التركي، تركيا مقبلة على انتخابات، هل يعول على الإطاحة بالنظام التركي الحالي؟ طيب خليني هاخد هذه الزاوية، ودي زاوية مهمة جدا. نعم. اللي حضرتك أشرت إليها أخي العزيز، ولكن أنا عايز أكمل أن محاكاة المشهد الروسي تبدو في الأفق. يعني عمليات التجنيس وعمليات إعادة هندسة التركيبة السكانية في الشمال السوري بتبدو إن هي إجراءات من شأنها بعد كده هنوصل للضم أراضي للدولة التركية، وده كلام في منتهى الخطورة. طيب يعني إحنا دلوقتي كيف يواجه هذا الغزو؟ هل إن إحنا نقول ده مخالف للقانون الدولي؟ لا، إحنا لازم نقف كموجهة بموقف سياسي عربي موحد من أجل انسحاب القوات التركية. بس اسمح لي سيادتك أن أنا أقول بقى برضو وبصراحة، يعني إن لازم توضع المخاوف والهواجس الأمنية التركية في الاعتبار. هو ده اللي أخطأ فيه زيلينسكي خطأ جسيما كلفه الكثير. هو كلفه وكلف روسيا عقد المشهد إنك تغلط في حساباتك السياسية
تكلفك كتير قوي صحيح. في بقى الميدان بتاع المعركة. انت اخطأت في انك تجاهلت، انا بتكلم على زيلينسكي عشان برضو بعمل محاكاة للاخطاء وبنستفيد منها. زيلينسكي اخطأ واهمل الحسابات بتاعت روسيا ومخاوفها الامنية، فاضطرت روسيا تعمل غزو للدولة الاوكرانية، اضطر هو يعمل مقاومة ويدافع. طيب ما كان من البداية، انت احنا امبارح برضو على برضو يعني في الندوة حصل تواصل مع قيادة من قيادات قوات سوريا الديمقراطية، وأنا سألته مباشرة سؤال واضح جدا، لأنه بعد ما عرض الموقف حصل مداخلات من أعضاء الندوة، وأنا تحديدا سألته قلت له هل بتضع المخاوف والهواجس الأمنية التركية في الاعتبار؟ احنا نرفض طبعا الغزو التركي، ولكن انت بتحط في الاعتبار مخاوف تركيا ولا بتهملها وتطرحها جانبا؟ فالراجل قال بمنتهى الوضوح والصراحة، احنا في شمال العراق بندعو الى سوريا دولة موحدة مستقلة، واحنا ما عندناش يعني حاليا اي اهداف للانفصال. نعم الكلام واضح، وده يهدئ المخاوف التركية، ولازم تاخد تركيا ضمانات ما تخلي الهواجس الامنية بتاعتها تخليها تطمئن. دي حتة مهمة جدا في سياق هذا الامر. اما بقى عن كلام حضرتك فيما يتعلق بال يعني السباق الانتخابي في تركيا، الحقيقة أردوغان يعني هو طبعا ده أمر وشأن داخلي تركي، ولكن إحنا لنا أن نعلق أن في هذا السباق المعارضة أنا لمحت تصريح لأحد للحزب الجمهوري يعني المعارض كان بيناشد القيادة السياسية في سوريا ألا تلتقي بأردوغان، وفي المقابل لو وصل هو إلى سدة الحكم يبقى هننسحب وهنعوض الدولة نعم. السورية أكيد. ده كلام محترم أوكي، بس دي وعود انتخابية أنا لا صحيح. أعول عليها مع كامل احترامي للمعارضة لأردوغان. السباق الرئاسي سواء أردوغان استمر أو لم يستمر هو بالضرورة هيخرج إن شاء الله بضغط سياسي عربي موحد، وكلمة سياسي تستخدم كل أدواتك السياسية منها الاقتصاد، فأنت تقدر تأثر عليه تأثير قوي جدا. وزي ما قال زميلي اللي عمل مداخلة من شوية قال إن الوضع الاقتصادي في تركيا مش وضع مستقر، ووضع يعني الحقيقة هش جدا. أي نعم، بس أنا لا أعول على الدخل التركي هذا برضو، إنما الموقف العربي الموحد بالتأكيد. السياسي اللي بياخد في حساباته يعني المواقف الاقتصادية كمان بيبقى مؤثر أيام التأثير. ولكن أنا في حالة، معلش دي بقى أهم جملة اسمح لي أقولها، يعني لو فشلنا لا قدر الله على المستوى السياسي فليس أمامنا إلا كارت المقاومة. المقاومة بكل يعني تنوعاتها، يعني بكل تنوعاتها، بكل ما تستطيع أن تواجه به هذا الغزو وهذا الاحتلال. وأنا قلت امبارح في كلمتي في الندوة لا جرم أصعب من أو أخطر من جرم الاحتلال. يعني مثلا لو المقاومة استخدمت أدوات في العمق التركي، أدوات قد تصل إلى نوع من أنواع ارتكاب أفعال يطلق عليها جرائم إرهابية، إنما هي إذا قرنت بالاحتلال فلا وجه للمقارنة. الاحتلال ده أسوأ أنواع الجرائم، وهي الفعل اللي بيرتكب دي تعد أفعال جرائم دولية. بس احنا مش بنعول على الارتكان الى المسؤولية الجنائية الدولية بالتأكيد. لان ده كلام بيبقى احيانا بالتأكيد. يعني لغة الضعفاء، انما هي بالحقيقة
تمثل جرائم، ما بالتأكيد. تفعله تركيا في سوريا يمثل جرائم جنائية دولية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، راجع المادة 5 7 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. باقي حاجة واحدة بس هختم بيها لو أذنت لي، عجالة لو يعني سمحت. أيوة، السجون في شمال سوريا واللي حصل اعتداء عليها، سجن غويران على سبيل المثال، حصل اعتداء لتهريب يعني إرهابي داعش، يجب أن يتم التعامل بسرعة لنقل نزلاء هذه السجون ويقدر عددهم بحوالي 12,000 إلى مناطق أكثر أمناً. جميل. صديقي العزيز، كل تحيات للشعب السوري العظيم، ستعودون قريباً إلى مجد سوريا بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر الدكتور شوقي صلاح، الأستاذ في القانون والخبير الأمني، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة. أما لمواضيع أوسع فيمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني اليوم تيفي دوت نت. دمتم بخير وإلى اللقاء.